لسه مكمل معاك يا ابطال جريد 3، وتعال نشوف البلس 3 وكابسول 12. وخلي بالك معايا الكلمه دي، الكلمه دي هي كلمه حلوه قوي، معناها كومبيت. كومبيت مين شاطر يقول لي كومبيت معناها ايه؟ لا يتنافس. يبقى كومبيت معناها ايه؟ زي ما انا بعمل ما بينكم كده كومبيتيشن، مسابقه او تنافس، يبقى كومبيت بتيجي منها يا مصطفى كلمه كومبيتيشن اللي هي المنافسه او المسابقه. مركزين؟ حلو قوي. طيب تعال نشوف ادم هيحل دي ازاي. ركز معايا، لما اجي اقول لك ان احنا كام واحد؟ 4، يبقى 4. انت مركز؟ 4 اثليتس، 4 اثليتس معايا، يبقى 4 اثليتس. ويل يا ترى، ويل رايت ولا ويل ريد ولا كومبيت in the 600 meter race. عايز اقول لك اربع رياضيين هيتنافسوا في سباق ال 600 متر. يتنافس رايت ولا ريد ولا كومبيت؟ كومبيت. كومبيت. الله ينور. طيب تعال نكمل حاجتين. الكلمه ده هي كلمه رامرز. رامرز دي معناها ايه؟ اشاعات. طب مين شاطر يقول لي الاشاعات بيجي معاها فيرب يا ادم؟ اللي هي فيرب مين؟ سبريد. سبريد معناها ينشر الاشاعات. عارفه يعني ينشر اشاعات؟ مش الاشاعات اللي احنا بنعملها على ايدينا ورجلين، لا، اشاعات يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك الولد ده سافر امريكا، وهو لا سافر امريكا ولا حاجه، ده نايم في البيت اهو. اجي اقول لك الواد عمر ده طلع له مثلا شعر اصفر مثلا، وهو لا طلع له شعر اصفر ولا حاجه. الواد يحيى ده سلف شعره مثلا لمستر محمد يتجوز بيه، وهو ما سلفوش ولا حاجه، ما شعره معاه. يبقى دي كلها اشاعات. يبقى ايه الاشاعات يا روشين؟ اي حاجه مش صح دي اسمها رامرز اشاعات، اوكي؟ طبعا بحط معاها الفيرب نيفر او الاداه نيفر. نيفر مين؟ نيفر سبريد ولا نيفر سبنت مصطفى ولا نيفر سبيك رامرز اباوت يور فريندز. يعني ما تنشرش اشاعات على اصدقائك. هتبقى سبريد ولا سبند ولا سبيك؟ سبريد. الله ينور. يبقى لا تنشر الاشاعات على اصدقائك، الحاجات دي غلط جدا. طيب ايه كمان يا مستر؟ احنا كده تقريبا. في حاجه ثانيه عندي اللي هي ايه؟ if you make your friend sad it's good. طبعا كلمه apologize. apologize ده هي معناها يعتذر. هو احنا امتى بنعتذر للناس؟ if you make، لو انت خليت your friend sad، خليته متضايق، من الافضل يا لوجين it's good to a to pressure ولا to spread ولا to apologize. من الافضل لما تخليه زعلان تضغط عليه ولا تنشره ولا تعتذر له؟ تعتذر. مش تنشره، تمام؟ يبقى apologize. ده كده بالنسبه للكبسول دي.